دعونا نسأل عن هذه الزيارة وهي من الأهمية بمكان، ولكن تبعات هذه الزيارة. معي عبر الهاتف سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير تحياتي وأهلا بك. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني طبعا هذه الزيارة مهمة، ولكن في الحقيقة على الأرض والتعنت الإسرائيلي، ما أهمية هذه الزيارة؟ هل ستستطيع أو يستطيع جوتيريش مع تصريحاته الكثيرة في دعمه للقضية الفلسطينية ودعمه لجهود مصر في أن يساعد على إنهاء هذه الحرب أو فتح حتى المعبر؟ في تقدير يجب أولا أن نوجه كل التحية والتقدير لسكرتير عام الأمم المتحدة جوتيريش على دوره المسؤول ودوره الذي يستحق كل الاحترام والتقدير لمواقفه ك أكبر مسؤول أممي مرتبط في مهامه ومسؤولياته بالأمن والسلم وبقضايا التي تشغل العالم. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة، خاصة وأنها هي الخامسة التي نرى فيها هذا المسؤول الكبير الأممي الكبير على يزور على أرض الواقع ما يجري من مآسي إنسانية وأوضاع سياسية وأوضاع اقتصادية أيضا متدهورة في منطقة في غزة وفي الضفة الغربية. لا شك أن مواقفه، وإن كانت الزيارة تبدو في مجملها تهتم أساسا بالأوضاع الإنسانية وتأمين وصول المساعدات والعمل على فتح كافة السبل لإيصال المساعدات إلى أهالي غزة، إلا أننا يجب أن نشير أيضا إلى رؤيته للدور المصري. الذي يعني هو الدور الذي يعد محوريا فيما يتعلق بتقديم المساعدات وعلاج الجرحى وأيضا فتح المعابر وإيصال المساعدات حتى عن طريق إسقاط من الجو. والدور المصري واضح في هذا الصدد على النحو الذي أشاد به وأكرر أن هذا الدور هو الدور الرئيسي الذي يجب أن يتنامى ويتصاعد. وفي نفس الوقت كان هناك رؤية يعني ذات طابع سياسي مرتبط بهذا الوضع الإنساني عندما أكد على ضرورة وقف إطلاق النار. الموقف الذي يتحدث عنه جوتيريس وهو مسؤول أممي كبير لا شك أنها له أبعاد سياسية وأبعاد إنسانية تؤكد على قرارات الشرعية الدولية والتوجه العام لدى دول وشعوب العالم، وهو التوجه الأرجح وهو ضرورة وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية بشكل جذري وكامل، في إشادة واضحة للدور المصري سواء في المجال الإنساني أو في المجال السياسي. من هنا تكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة، وبالقطع سيكون لها تأثير كبير على توجهات دول وشعوب العالم وعلى توجهات ما يجري في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة. طيب اسمح لي سيادة السفير، يعني هل الأمم المتحدة أو ما يسمى بهذه المنظمة الأممية وذراعها مجلس الأمن، هل هي الآن أمام غزة على المحك في مصداقيتها في مكانتها في ربما استمرارها للعمل بشكل، خاصة أن يعني الولايات المتحدة وهي يعني الأمم المتحدة في الولايات المتحدة هي أول الدول التي تضرب بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط؟ لا شك أن ما يمكن أن نقوله في هذا الصدد أننا أمام الوضع الدولي الواقعي القائم حاليا بمنظمة الأمم المتحدة والدور الأمريكي الذي يعني داعم ولم يكن متورط أيضا في تطوير الشخصي مع إسرائيل. وإسرائيل أعتقد بمثل هذه الممارسات في مواجهة الأمم المتحدة يمكن أن تعد دولة يعني لا تحترم القرارات الشرعية الدولية. وبالتالي هي دولة مارقة. يعني هذا ما يمكن الانعزال الذي تعيشه إسرائيل حاليا والذي يتجه إلى مزيد من الانعزال بسبب الموقف الأمريكي في الأمم المتحدة وفي التحركات الدولية، هذا يؤكد على أن الأمم المتحدة في مجمل أجهزتها وآلياتها سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن تتجه تماما إلى الموقف الذي يتفق مع مواقف الشعوب ودول العالم بشكل كامل، مع انفراد الولايات المتحدة وإسرائيل
بمواقف مغايرة. نعم. هذا لا يعني أن الأمم المتحدة لن يكون لها تأثير بالقتل، سيكون لها تأثير، كلها دور في ظل ما يجب أن يتم من خلال القبول بالواقعية الوضع في الأمم المتحدة. هذا هو صراع ما بين الشرعية الدولية والخارجين عن هذه الشرعية. هل هناك محاولات يعني كان في محاولات لإصلاح الأمم المتحدة من الداخل وإصلاح مجلس الأمن، وخاصة فيما يعرف بحق الفيتو وحق الخمسة الكبار، لكن هل نحن أمام محاولة أو ربما نحتاج إلى محاولة لإصلاح الوضع في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أو ربما إيجاد بديل آخر كما كانت عصبة الأمم ثم ظهر بعدها الأمم المتحدة؟ في رأيك ربما تكون غزة أو ما يحدث في غزة الآن هو المسمار الأخير في هذا النعش الأمم المتحدة أم ماذا؟ أعتقد أن تطورات الأوضاع في غزة والعدوان إسرائيل على غزة والتداعيات الكثيرة التي صاحبت، أعتقد أن هذا ممكن أن يكون أحد العوامل الدافعة لتشجيع عملية إصلاح الأمم المتحدة والتعجيل بها، لأن الأوضاع في الأمم المتحدة لا شك أنها تحتاج إلى إصلاح وتغيير. أما الحديث عن إيجاد بديل، أعتقد هذا الأمر يكون من الصعوبة بمكان، لأننا سنخلق منظمتين تتصارعين مزيد من المشاكل. لكن ما نراه الآن في عدوان إسرائيل على غزة وتداعياته وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية والإفراج عن النهائي والتوصل إلى صيغة أو أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، وذا أمر هو يمكن أن يكون مساهما في حال التوصل لنتائج إيجابية بصدده، سيدفع بالقطع إلى ضرورة النظر والتعجيل بإصلاح الأمم المتحدة باعتباره عاملا مشجعا وحافزا قويا. نعم. على اتخاذ مثل هذه الخطوة. خلينا أسألك سؤال من خبرتك الدبلوماسية ومن خبرتك في هذا السلك الهام. أنطونيو غوتيريش على مر يعني عمله في الأمم المتحدة كأمين عام لم تكن له مواقف قوية، خلونا نكون صرحاء، في كثير من المواقف وحتى في الحروب على غزة قبل ذلك، لكن في هذه المرة كان له موقف واضح وصريح وقوي، وزياراته المتكررة التي تفضح طبعا الأقاويل الإسرائيلية والصهيونية والأمريكية بأن مصر هي من تغلق المعبر وأن مصر لا تحاول مساعدة الفلسطينيين. لكن في رأيك ما الذي غير من مواقف أنطونيو غوتيريش الآن؟ في تقديري أن مواقف غوتيريش ارتبطت أولا بزياراته على أرض الواقع ومشاهدته ما يجري ومن اتصالاته وتحركاته على أرض الواقع أولا، ثم ثانيا أنه يلمس من خلال قرارات الأمم المتحدة والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي عقدت، بالإضافة إلى الموقف المصري الذي بدأ باجتماع مجلس الأمن القومي المصري ووضع خريطة طريق تم بناء عليها عقد مؤتمر القاهرة للسلام ومؤتمر القمة العربي الإسلامي وما نتج عنه من قرارات، وأيضا الموقف الدولي بالشعوب ودول العالم، هناك موقف واضح وأكيد لمناصرة القضية الفلسطينية وإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة وضرورة اتخاذ الإجراءات لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ودفع إسرائيل لأن تكون في انعزال تقريبا هي والولايات المتحدة الأمريكية عن المجتمع الدولي. كل هذه الأمور لا شك شجعت ودفعت غوتيريش إلى أن يتخذ هذا الموقف الذي يستحق كل التقدير والاحترام، لأنه يتمشى مع الشرعية الدولية، يتمشى مع أرض ما رآه على أرض الواقع، يتمشى مع توجهات التي نراها مؤكدة من جانب الدول والشعوب، غالبية الدول وشعوب العالم. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة ومشاركتنا بهذا التحليل.